قصة سفاح الجيزة الحقيقي. مسلسل سفاح الجيزة بتاع أحمد فهمي عمل قلق من بداية الإعلان عنه. الحقيقة إن المسلسل مستوحى من قصة حقيقية فعلا، وأكيد أغلبنا سمع عن الكارثة دي وقت ما حصلت، لأن سفاح الجيزة الحقيقي أو قذافي فرج الشخص اللي أخد اللقب ده أكبر دليل على إن الإنسان ما بقاش بس بيتبع إبليس، لا ده بقى بيجسد إبليس نفسه. قذافي فرج ده كان من سكان الجيزة وعنده مكتبة، وفي سنة 2015 كان شغال في المكتبة دي بنت اسمها نادين، وكان على علاقة غير شرعية معها. بعد فترة حاول يعمل علاقة مع أختها، ولكن البنت رفضت فرح يخطبها، ولكن نادين ما عجبهاش الوضع فهددته وقالت له إنها هتفضحه. في شهر مارس 2015 قذافي استدرج نادين للشقة عنده عشان ينهوا مشاكلهم مع بعض. الشقة في بولاق الدكرور الدور الأرضي، وأول ما دخلت وقعدت أقدم لها كوباية عصير فيها سم. البنت بدأت تصارع الألم بعد ما السم دخل جسمها، راح ضربها بقى لحد على رأسها كذا ضربة لحد ما ماتت، وبعدين حفر في الشقة ودفن جثتها وردم عليها وبلط الشقة تاني. بعدها مسك تليفونها وفبرك رسائل بينها وبين شاب، وبعتها لأهلها عشان يقنعهم إنها تعرفت على شاب عايش في دبي وهربت معاها عشان تشتغل في التمثيل والسينما. وللأسف الأهل صدقوا، وبعدها قذافي اتجوز أخت نادين وانفصل عنها بعد فترة. في نفس الوقت قذافي كان على تواصل مع صديق طفولته مهندس اسمه رضا شغال في السعودية. قذافي وقتها قدر يقنعه انه عاوز يستثمر فلوسه في مجموعة مشروعات هتحقق له أرباح يأمن بيها مستقبله، وفعلا رضا اقتنع وعمل له توكيل. ولكن قذافي باع لنفسه كل ممتلكات رضا وكان ناوي يسافر ويهرب، بس في نفس الوقت رضا كان مقرر ياخد اجازة في مصر من غير مراته واولاده عشان يشوف المشاريع اللي بدأ يعملها صاحبه. وطبعا كانت زيارة مفاجأة للقذافي، ولما شاف رضا قدامه معرفش يتصرف ازاي ويوريله المشاريع اللي هو اصلا ما عملهاش، فعزمه في شقته عشان يتكلموا بخصوص المشاريع ويوريله المستندات والاوراق. وبعد ما وصلوا الشقة وكانت شقة غير الأولى، جاب له كوباية عصير ووجبة فيها سم، وبعد ما بدأ السم يدخل في جسمه عمل نفس اللي عمله مع نادين وضربه على دماغه كذا ضربة بقى لحد ما مات، وأخد الجثة في شنطة سفر كبيرة ونقلها لشقة بولاق الدكرور، وحفر حفرة مترين جنب مكان دفن نادين ودفن الجثة وبلط المكان مرة تانية. بعد اختفاء رضا اخواته واهله فضلوا يدوروا عليه ومعرفوش يوصلوا له، وخاف قذافي للأهل يوصلوا له فبعت لهم رسالة من تليفون رضا وقال لهم انه اتقبض عليه في مظاهرة وهو محبوس في مكان ومش عارف هو فين، وبدأوا يدوروا عليه في الأقسام والسجون وما كانوش عارفين يوصلوا لحاجة، وقدموا بلاغات اختفاء كتير باسمه. قذافي ما وقفش هنا، لا ده زور بطاقة وورق جديد باسم رضا وانتحل شخصيته، وبدأ يتعامل مع الناس على ان هو رضا علشان لو ارتكب جرائم تانية تكون باسم تاني. قذافي كان متجوز من واحدة اسمها فاطمة، وبعد 6 شهور قتلها هي كمان، وفي سيناريوهات كتير عن قتلها. اتقال انها اكتشفت انه انتحل شخصية صديقه وقتله، وانه ارتكب جرائم تانية فخاف انها تفضحه فقتلها، واتقال كمان ان الموضوع الحقيقي هو ان كان مجندها لحسابه وبيخليها تجمع فلوس من جيرانها وتديها له على اساس يستثمرها مقابل ارباح متفق عليها. وبعد فترة بدأ عدد من الجيران يطلبوا بالفلوس، ولما طلبت من قذافي الفلوس اكتر من مرة قتلها بنفس الطريقة اللي قتل بها رضا ونادين، وقال لأهلها انها سرقت منه فلوس وهربت علشان يبعد عنه الشبهات. قذافي في الوقت ده كان قاعد في شقة تخص رضا في بولاق، ورضا كان ليه اخت بتدور عليه من وقت اختفائه لدرجة انها كانت بتروح الحوادث تشوف الجثث اللي هناك عشان تتعرف على اخوها. وفي مرة رجعت بولاق وعرفت ان رضا ليه صديق قاعد في شقته، ولما سألت اهلها قالوا لها ان هو اشتراها من رضا قبل ما يختفي، وانه قال لهم ان رضا اتقبض عليه في مظاهرة، ومن هنا بدأت العيون تيجي عليه لعلاقته برضا. لما حس ان في خطر سافر اسكندرية وعاش باسم رضا وفتح محل ادوات كهربائية هناك، وبعد شهور اتعرف على واحدة هناك واقنعها انه بيحبها وعايز يتجوزها، وقدر يخليها تبيع شقة قديمة هناك ملكها وتديله 45,000 جنيه. ولما حست انه نصب عليها طلبت منه الفلوس، فقال لها انه مش معاه فلوس ولو عاوزها تاخد بضاعة بتمنها، ولما وافقت راحوا المخزن عشان تشوف البضاعة اللي هتاخدها، راح ضربها على دماغها كذا ضربة وقتلها ودفنها في المخزن. بعدها قرر انه يتجوز من دكتورة صيدلانية وخلف منها طفل، وفضلت حياته مستقرة لحد سنة 2019 لما قرر يسرق فيلة ابو مراته.
أخت مراته كانت منتقبة، فلبس نقاب وراح الشقة لابسه عشان محدش يشك فيه، وقدر يدخلها وسرق كل الذهب وفلوس يقدروا ب 750 ألف جنيه. الراجل عمل محضر وفرغوا الكاميرات وعرفوا إن في ست منتقبة دخلت العمارة وخرجت معها شنطة، واتبعوا الكاميرات لحد ما وصلوا للست دي لقوها دخلت مكان تاني وخرج منها قذافي ومعه نفس الشنطة. قبضوا عليه واعترف إنه سرق، اتحكم عليه بسنة سجن باسم رضا وحاول يهرب من المحكمة ومعرفش، فحكموا عليه بثلاث شهور كمان. أخت رضا فضلت تدور عليه لحد ما لقيت محضر سرقة باسمه في اسم سيدي جابر في الإسكندرية، ومن هنا عرفوا يوصلوا للقذافي وهم فاكرينه رضا ويكشفوا إن مش الدي إن إيه، ومع الضغط عليه وتهديده إنهم هيعملوا تحليل رضا اعترف إنه انتحر شخصيته وسرقه، وبعد ضغوطات اعترف إنه قتله، وبالضغط تاني اعترف إنه قتل نديمه وفاطمة كمان. واكتشفت الشرطة فيما بعد إنه قتل ست في إسكندرية في المخزن بتاعه. اتحركت الشرطة للشقة اللي في بولاق وخرجوا الجثث من الأرض، والسكرتيرة الخاصة بتاعته اكتشفت بالصدفة إنه معاه سبع بطايق، وكانت هي كمان سبب من أسباب وقوعه لأنها تواصلت مع أهل الضحايا وصدر ضده أربع أحكام بالإعدام.